قال ابن القيم رحمه الله: وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن الحديث الذي روياه أي البخاري ومسلم أو أحدهما واحتج برجاله أقوى من حديث احتج برجاله ولم يخرجه، بمعنى أن ما ذكره في صحيحهما واحتج برجاله أقوى من حديث احتج برجاله ولم يخرجه، فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند.